امبارح لما كنت في برنامج التلفزيون على قناه النايل فاميلي انبهروا بالتحليه اللي انا عملتها، لان كانت الكريمه سهله وطعمها جميل، وعملناها بالبسكوت، عملناها على شكل حرف اتش. انا عملت لكم التحليه دي قبل كده بس غيرت في الكريمه، كنت عاملاها بكريمه النسكافيه وبسكوت القهوه، وكان بالشكل ده. لما رحت التلفزيون عملتها بشكل تاني. النهارده بقى هعملها لكم بشكل تالت. هنستخدم النهارده الملفي. الملفي كلنا بنحبه، حلو قوي وسهل جدا وبيتباع بره غالي. تعالوا نعمله. كوبايه من الكريمه البودر وكريم شانتيه خام، نص كوبايه من السكر الحبيبات الابيض، كيس من الكريم كراميل البودر، معلقتين من الجبنه الكريمي اي نوع تحبيه بس طبعا تكون من غير ملح، كوبايه من الميه الساقعه المتلجه، ولازم تكون متلجه، نحط الميه على السكر على الكريمه، ولازم الميه تكون متلجه، تستخدمي لبن او ميه تكون متلجه، ميه ساقعه جدا مشبرة كده. هتضربيها على سرعة هادية وبعد كده على سرعة عالية. أول ما الكريمة تبدأ إن هي تتقل هنحط كيس الكريم كراميل الباودر. الكريم كراميل باودر بيدي طعم حلو قوي للكريمة، ومعلقتين الجبنة الكريمي هيودوا طعم الكريمة في حتة تانية خالص. ما أقدرش أقول لكم الكريمة دي عجبتهم في التلفزيون جدا. قلبيها كويس قوي علشان تطلعي الفراغات، وبعد كده هنملاها في كيس حلواني علشان أقدر إن أنا أشكل كده أو أوزع الكريمة حلو وما عودش لغوص وبهدل الدنيا. هنجيب البورد بتاعنا، اي بورد خشب عندك، صينية، اي حاجة، ونحط كده معلقة من الكريمة، ونحط طبقة من الملفي. هو بيبقوا ثلاثة مع بعض كده، موجود في محلات المستلزمات. هنحط هو طبقة بتبقى مخرمة والوش التاني بيبقى عادي. احنا نخلي المخرم لتحت واللي هحط عليه الكريمة اللي هو المتساوي، وهوزع الكريمه زي ما انتم شايفين كده، طبقه رفيعه زي ما شفتوا هنا. بقى انا قلت ايه، يمكن امسحها بشويه لبن كده بحيث ان انا لو كلتها في نفس اليوم يبقى طري، فدي خطوه مش مهمه خالص. انت بس حطي عليها الكريمه وهي تتحط في الثلاجه وحطيتها عادي. بنحط زي ما قلت لكم، بنخلي الجزء المتخرم لتحت والجزء المتساوي لفوق هو اللي بحط عليه الكريمه علشان تبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اخر طبقه بقى حاولت اساوي الكريمه كده، وزي ما قلت لكم ما بنحطش طبقه من الكريمه كبيره، بنحط طبقه رفيعه خالص، سويها بالراحه. وهنا بقى هزوقها بالمانجا، جبت مانجايه تكون جامده، هقشرها بقشره بطاطس وهقطعها بالشكل اللي انتم شايفينه كده شريحتين. وطبعا انتم عارفين الجزء اللي فيه البذره ده احنا هنعمل فيه ايه، نفضل هناكله لحد ما ايه نجيب اخره. وقطعت المانجا شرايح زي شرايح الشيبسي، وحاولي تكون رفيعه شويه عشان تديكي شكل حلو. وهنرصها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، واحده فوق واحده، واحده فوق واحده، واحده فوق واحده، وبعدين نبدا ان احنا نرص لجوه بنفس الطريقه، واحده فوق واحده، بحيث ان هي في الاخر هتديني شكل الورده اللي انتوا هتشوفوه كده. اللي انا عملته ده اخد مني بالظبط 2 مانجا ونص، مانجتين ونص اهو زي ما انتوا شايفين. اي فراغات كده بحط شريحه مانجا. كنت جايبه الورد ده من محل مستلزمات الحلويات، ده ورد بعجينه السكر جاهز كده، ممكن تجيبي كاندي او كريز وتحطيه في النص عشان بشكله حلو. هنا بقى للناس اللي بتحب الحاجات اللي يبقى شكلها بيرفكت، هتجيبي ميه سخنه بتغلي وتحطي فيها السكينه وتبداي ان انت تقطعي الحروف كده بمنتهى السهوله بالسكينه اللي هي المشرشره دي. بصي انا حاطه طبق تحتيها علشان الحروف دي اللي هقطعها تنزل عليها وما بهدلش الدنيا. الحروف دي طبعا انت عارفه هتعملي بيها ايه، هتاكليها انت والولاد عادي يعني. ده للناس اللي عايزه يبقى شكلها يعني بيرفكت. لو ما عملتيش الحركه دي عادي انت بتعملي لبيتك. وادي يا ستي تورته الملفي، بتتاكل بعد ما تحط مثلا في الثلاجه 6 ساعات او لتاني يوم، هتبقى حلوه جدا وتتقطع. الفتافيت بقى اللي نزلت من الملفي حطيتها في كوبايه وعليها الكريمه وعليها المانجا. لو عجبتكم وصفتي اعملوا لايك للفيديو، شيروه، اكتبوا لي كومنت حلو.